أهلا بكم من جديد. يعني أنا أعتقد أنه اليوم الفقرات اللي بنقدمها مناسبة جدا للسيدات العاملات. قدمنا حافظة الطعام مع ست ريم صيام وميس الصيام برضو ميس رمضان موجودة برضو صيام ورمضان أنا هيك اثنين مع بعض وميس رمضان شيف موجودة معنا حتى تعلم كثير من الناس كيف يعملوا بيتزا بطريقة سهلة وسريعة. نعم إيش بدنا نعمل هلأ؟ بدنا نعمل بيتزا بالمقلاية ما تمام. في داعي لفرن ولا في داعي ولا لأي شيء أبداً بس نحتاج غاز ومقلاية وهي المكونات شو المكونات مي؟ تمام هلأ أول شيء بدنا نستخدم الحليب الدافي تمام بدنا نحط معها تقريباً كوب طحين كوب حليب سائل كوب حليب سائل دافي بدنا نحط معها خميرة أنا بستخدم فيها معلقة الصغيرة يعني نص معلقة صغيرة تقريباً معلقة صغيرة تمام أوكي رح نخلطها مع بعض نخمر الخميرة جوا الحليب ما في داعي أنا رح أحطهم كلهم مرة واحدة طيب أوكي. تمام وهون رح أحط طيب الخميرة هاي الأيام تخمر بسرعة ما هو في خميرة فورية في خميرة فورية وفي خميرة بتطول أمهاتنا كثير بوقت ساعات وحجب الصوبة أربعة أيام عشان تخمر عشان أعمل كمية تقريبا ثلاث هيك قطع بيتزا بدنا نحتاج لكوب حليب سائل وكوب طحين تقريبا تمام وشوية ملح وراح احط شو اسمه توم بهارات توم بهارات التوم بدي اعطيها تعمل العجينه اوكي قد ايه كاسه طحين تقريبا كاسه كاسه طحين بدنا نضيف شوي شوي الطحين عمهلك ميزه احنا مش مستعجلين كتير. مش مستعجلين لا مش مستعجلين مو جوعانين لا مش جوعانين كاسه طحين حليب كاسه حليب دافي وخميره حطينا وحطينا بودره التوم شو كمان ذكريني وملح وبيكنج باودر ملح وبيكنج باودر كلهم يعني نص معلقه صغيره تقريبا اوكي على هاي الكميه اللي انا بحكي عليها اوكي انا شايف اليوم كله متحمس اشوف شو هي الفيديو جد لانه يعني بتعرفي عمليه العجن والفرن هي اللي بتخلي كل الناس ما بدها تعمل بيتزا بالبيت بالضبط انا ما عندي وقت الصراحه انا بحب كل شيء يكون سريع 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 في الواحد ما عندي وقت اقعد فلازم تخترع الاشياء مو لانه ما عنده وقت ما عنده وقت لا فعليا ما عنده وقت لا وبدنا نحط شويه زيت تقريبا معلقه زيت زيتون زيت زيتون حبيت الانينه هاي اللي انت جايبتيها زي المصباح السحري وبدنا نحط شوي ملح رشه صغيره تمام يا ميوسه اوكي حلو عجينة مش عجينة تقيلة طلع كيف زي عجينة تقريبا سائلة كريب او هيك شيء هي كثير بتشبهها الكريب والوفل بس ما فيها بيض ما فيها شو كمان حاطينها زبدة يعني هاي عجينة عادية بس سائلة اوكي تمام اوكي هلا السحر انه رح نعمل هاي العجينة بالمقلاي هنا يكمن الابداع بالضبط رح نحط نقطة شو اسمه زيت أنا شفتك على فكرة أنت بتحب الطبيخ صح؟ أكثر من مرة بحب كثير والوصفات الغريبة هاي يعني الجديدة بحب بتحبي تطبخي؟ بحب هو الصراحة مسلي متعة أنا بستمتع بس حدا يحكي لي جوعان على السريع بقوم أعمل أكل برافو ميس أما تحكي لي أقوم أعمل إشتري لا عارف البيت اللي فيه واحدة مثلك بيكون بيت محظوظ بتذكر خواتي دائما جوعانين لا بقوم أعمل أكل طبعا بصير يسبقوني على الأكل قبلي بقوم بندموا إذا قاعدين جوعانين بس حدا يحكي لي جوعان هلا هي شوي بتاخذ وقت على الغاز الكهرباء لو في غاز عادي عالي شوي كأنه عم نعمل خبزه كأنه عم نعمل خبز نوع من انواع الخبز او بدها شويه حماي هو تقريبا كأنه بنعمل قطايف يعني تشبه القطايف كمان بالضبط كأنه عم نعمل قطايف بس طبعا رقيقة كثير هاي حلوه لاولادنا الصغار لما بيطلبوا بيتزا اول شيء عم نعمل شيء صحي لهم عم نعمل شيء مكوناته معروفه ورخيص بالضبط وسريع وبعدين تقدر يعني عن جد انك انت تخترعي اشياء فيها تتفنني يعني تقدر تعملي بيتزا الفاهيتا تقدر تعملي بيتزا الدجاج الفريدو تقدر تعملي اللحوم خضار تمام مارغريتا اللي بدك اياه شو صار فيها بدها شويه وقت بالاضافه بتوقع انه هاي العجينه بتلبق برضه مع شيء حلو
بتلبق مع شوكولاته سائله او قرفه وسكر و... اي شيء بتزبط بس هي هون حطيتها هي للبيتزا هاي اكثر. لا أكثر. اذا بدك تعمل بلان كيك وكريب وهالقصص لها عجينه ثانيه. لها عجينه ثانيه. بس عادي انا اخلط الاشياء ببعض. لا ممكن عادي اذا بدك تحطيها حلوه بتحطيها. اوكي. معناته احنا نعيد المكونات، رشة سكر، رشة ملح، بيكنج باودر معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة ونص معلقة خميرة، كاسة حليب وكاسة طحين. سهلة المكونات كثير سهلة. بدنا ناخذ وقت. تحملوني. شو بدنا نحط عليها؟ شو المكونات؟ هلا اليوم بدي اعملها خضار وبدي اضيف معها لحمة مفرومة. نشوف المكونات خلينا نورجيهم للكاميرا. أوكي. شوي ايش اختارت لنا ميس لحتى أوكي. تحط لنا اياهم على البيتزا. خليني احكي لكم اول شيء الصوص اللي انا بحطه، الصوص البندورة كيف بعمله. اوكي. هلا بجيب بصل ناعمة مع فلفل حلو مع بندورة. خليني اورجيها للكاميرا هاي الصوص. اوكي. اوكي. بصل ناعمة مع بندورة ناعمة مع فلفلة حلوة. بنحط عليها كاتشب وربل بندورة، بعملها مع ورشستر صوص شوي وشوي باربيكيو صوص وخليهم يتعقدوا على النار مع شويه زبده وزيت زيتون. كانه عم نعمل قلايه بندوره مطوره. شوي. اوكي. بس كثير اذكى من الصوص الجاهز. يعني هلا بس تذوقيها رح عن جد تحسي بطعمتها. وحطيت عليها زعتر طبعا الاوريجانو مع شويه ثوم مع بابريكا. كثير حلوه فعلا. خلطه مبتكره جدا. طبعا حلوة. انا جهزت بلشت شويه. رح نقلبها على الجهه الثانيه. اوبس لازم يصير معي حوادث بالتلفزيون لازم. هو التلفزيون دائما هيك بيعمل لنا احراج بس لا الامور ماشيه والله يا مي. طيب ماشي. هلا هيك رح نحط اوكي الصوص اللي عملناه عباره عن بصل وبندوره وثوم وفلافله وزعتر اوريجانو وبندوره. بس زعتر حلوه على فكره. انتبهوا ايش المكونات تبعت ميس، لن تندموا بصراحه. هو شوفي انا كل وصفات حطيتهم بمكان واحد، عندي ابلكيشن على التليفون. اوكي كل وصفاتي موجوده فيه. شو اسمه ابلكيشن؟ يلانجي كيتشن. يلانجي كيتشن. اوكي. وعندي صفحه على الفيسبوك برضه كمان يلانجي كيتشن. تمام. بنزل هون وهون. شو بعد هيك بدك تحطي لنا عليها؟ هلا بدي احط موزاريلا. موزاريلا تشيز. اوكي. انت كيف بتحبيها، اللحوم ولا بتحبيها فيجيتيريان خضار؟ يعني كله زاكي بصراحه. كله زاكي. هلا في اطفال بحبوا بس جبنه وبندوره، الاولاد الصغار بحس اللحوم مش كثير بحبوا اللحوم. يعني انا بنتي مثلا بتاكل زيتون وجبنه، يعني اكثر شيء بتحبها. بحبوا اكثر شيء زيتون وجبنه وكاتشب، اذا في بيس كاتشب مثلا على النهايه. بتقدري كمان قبل البندوره تحطي مثلا جبنه كريميه، هاي المربعات او هاي كثير بتطلع برضه زاكيه. زاكيه. لو عندي وقت كان عملت كثير خلطات. بعرف لانه اعطوني وقت زياده مره ثانيه عشان اعمل لكم خلطات كثير. خلطات كثير. طيب رح احط بصل. في ناس برضه ما بحبوا البصل بس هون نحن للناس تحب البصل ممكن نضيف. هي البيتزا والبرجر من غير بصل بحسها مش بتطلعش. بدها نكهه البصل شوي مرات. كيف بتحمريها من فوق؟ هلا انا قلبتها على الجهه الثانيه. تمام. فهي بتتحمر من تحت وفوق. بس هلا الفكره بدي احط شويه لحمه كمان مفرومه للناس اللي بتحب اللحوم. هاي اللحمه انا قلبتها بشويه زيت مع فلفل اسود وملح وحطيت بهارات شاورما عليها عشان تطلع نكهه طيبه. فعلا فعلا. ونحط شويه مشروم. هلا شوفي هون كيف بدي احمرها، بس هي حتاخذ وقت هون فرح انا اجيب هاي. هلا بقول لكم شو رح اعمل. رح اجيب برضه جبنة كمان. والله يعني عم تنطبخ وهي على النار مباشره. ما في داعي تستنى ولا داعي تقعد تراقب فرن، خلص مباشره فيها سمر وطبق. بدل الخضار فيها فريش. صح. يعني بقرقش انت عم تاكليها. صح. بتحسيها جد غنيه يعني مفيده. بغطيها عشان تدوب الجبنه. أوكي. اوكي برافو عليكي. برافو. في معي وقت اعمل كمان واحده ولا ما في؟ ما بعرف في وقت؟ شو في معنا؟ يا ممكن أوكي. نعمل واحده ثانيه. رح اضيفها هون ورح نعمل واحده ثانيه. نعمل كمان. جربي تعمليها سمر بتحبي؟ والله حبيت. تعالي. الفكره انا خايفه اخرب لك الريسبي كلها مش عارفه. سهله سهله. طيب هلا ايش بدنا؟ بدنا نصب العجين. صب العجينه. طب خلينا حطي نقطه زيت معها. نجرب الموضوع. حطيت نقطه. طيب يلا عشان شو اسمه طبقيها اليوم مع اولادك كثير. رح نسكر هاي شوي عشان ندوب الجبنه عليها. بدنا اكيد ان هلا
يا صبابين الشاي. طب اذا بتحبوها خميره تعملوها خميره، بتحبوها دقيقه، بس بدها تاخذ وقت. طبعا هو الغاز دائما احسن تتعاملي معه. انا رايي انه هيك بدنا نعملها صغيره نوعا ما. بتقدر تعمليها ميني، انا لاولادي بعملها ميني كمان. ميني حبات صغيره. حبات صغيره تمام. اذا هاي هذا كثير حلوه وسهله كثير سريعة. كثير شو بدنا نحط لها هاي؟ اعمليها على الزوائد بس خليها تتحمر من تحت. خايفه اخرب لكم الاشياء والله. بس بدها تطلع لسه مش مستويه. بدها طبعا. بس خليها بالنص هون اوكي عشان تاخذ الحراره كلها. اللي عنده غاز كهرباء تقريبا بتاخذ 80 ل 100 درجه حراره مئويه. صحيح. الغاز الكهرباء شوف عبدنا هلا هيك بلشت تطلع تحقيقات. زميلتنا ريما بتقول بصير نحط شوكولاته، انا سالت هذا السؤال بتقول بصير. لا بس جماعه الشوكولاته هي مالحه لانها شوي في عجينه ثانيه فيها توم، في عجينه بذره توم فيها ملح بالضبط فما بزبط معها. شوفي عجينتي كيف صار في عليها نقط. ما هي هلا هيك يعني بلشت ناجحه. بالضبط انجح من هيك. اذا لاحظتوا حطيت خميره وبيكنج باودر مع بعض. اوكي فهاي هي العجائن هاي بتحتاج والله عم تستوي. رائع يعني بصراحة وصفة سهلة وخفيفة ولطيفة. بدها انت شو بتحبي دائما قلت لي مكونات؟ انا بحب البيس اللي له علاقة بالبندورة كثير. يعني بحس انه البيتزا بلاها يعني ما لها طعم كثير. بس بدنا ايش نقلبها. هي سمر اليوم مذيعة وشيف. خليتيني اطبخ والله يا ميس. طيب حلو. اذا بنحط البيس تبع البندورة. وبصراحة مبدعة أنت بالبيس هذا لأنه كتير طعم ريحته كتير زاكية. توقع أنه الطعم كمان زاكية. هلأ بندوق. هلأ بندوق الأشياء. يا ريت المشاهدين بيقدروا يدوقوا كمان. يا ريت في كبسة زر توصلكم الشعور اللي احنا عن جد يعني أنا بحزن مرات أنه المشاهدين بس بتفرجوا. بس هدول مكونات تقدروا أنتوا تجيبوهم بسرعة يعني من أي سوبر ماركت قريب. أي شيء موجود عندك في البيت مو شرط يعني بس البندورة خلاص صارت بيتزا ما هي. بالضبط طبقوا الموضوع بسهولة جدا. حتى عندك بذور الدجاج مثلا تشوحيها مع شوية فليفلة وبصلة بصير فهيتة. يعني أي شيء. بعدين بتحسيها لوحة فنية بتتفنن فيها أنت على كيفك. يعني شوفي أنا اخترت بس الفطر مشروم والزيتون. بس شيء ما حطيت جبنة. وبدي أحط الجبنة بس. جبنة. أحط وعشان أنت قلتي عن البصل بصراحة راح أحط يعني أيضا بصل. ها. هنحط بصل. هنحط شوية بصل. والله فنانة يا سمر. شفتي الفن والإبداع؟ إيش أكثر؟ أغير المهنة خلص أنا. أغير كل شيء. خلص أنا بصير مذيعة وأنت بتصير شيف. خلص أنا موافقة. وبعدين بنحط الجبنة. صراحة أنت كمان جايبيت لنا كمية منيحة عشان في كثير ناس بيحبوا الجبنة تكون منيحة يعني. بصراحة الأكل من غير جبنة من غير كريمة. اللي بده يعمل دايت طبعا بده يخفف من هاي الأشياء. رح نركض وراها هلا. شو دايت ما دايت. فهاي أعتقد يعني هاي خلطتي. شو رأيك ميس؟ صراحة عجبتك؟ خير. إن شاء الله تكون عجبت الناس كمان. هلا هي شوي بتاخذ وقت لتذوب الجبنة. أنا عملت إذا بنشوف هدول الجاهزين عملتهم أول. تحط الكاميرا عليهم ولا هون الكاميرا؟ هاي الكاميرا ممكن نخليها على الواحد. تمام حلوه كثير. طلع كيف دابت الجبنه كمان هون. والله قد ايه هاي الوصفه عم تنطلب يعني الوصفات السهله قد ايه صارت كثير كثير كثير. دائما بيحكوا لي بدنا وصفات سريعه ما عندنا وقت نطبخ ما عندنا وقت. وانا صراحه من شخصيا ما عندي وقت كلياتنا هذا من الصباح لليل وانت بتركضي. انا بحب افيق الصبح بكير واعمل لاولادي كمان. يعني صبح بيحكوا انت كيف قادر تعملي اللانش بوكس بهذا المنظر وبسرعه. لانك عم بتطبقي وصفات سريعه وسهله وعمليه وسهله. مزبوط. شو صار بوصفتي انا لو سمحتي؟ بدنا ندوب الجبنه هاي خلص لازم تدوب. لازم تدوب هاي لازم تدوب. هذيك طلعناها قبل ما هي قبل ما تدوب الجبنه. ميس عموما هلا العجينه عالم العجينه تحديدا صار في عالم كثير كبير. ناس بتحكي عن عجينه العشر دقائق صارت مره موضه. العجينه بالمقلايه زي ما انت عم بتطبقي. شو كيف بتحسي انه العجينه ممكن تنجح؟ هل في تكرار مثلا ولا انه الواحد يضل يدور على الشيء الصيغه اللي بتنجح معه؟ بالنسبه لي العجينه حسب انت شو بدك تستخدميها. هلا دائما عجينه العشر دقائق هاي المنقذه. موضه الموضات يعني مش معقول. هاي المنقذه. هلا انا الصراحه قبل فتره اخذت دوره معجنات عند صبيه بوجه لها تحيتي طبعا على الصبح.
شيف سهال اسمها، عن جد علمتنا كيف انه فرق نفرق بين عجينه البيتزا، بين عجينه المناقيش، بين عجينه العاديه. الها طرق معينه كيف تخمريها، كيف هذا. صراحه كل واحده بتختلف طعمتها عن الثانيه. حتى عشان لما تتركيها ثاني يوم او ثالث يوم ضلها بتراوتها، مش انها تنشف. بالضبط. العجينه ذاك ضلها هشه يعني. بالضبط. ثاني يوم، ثاني يوم الصبح في عجينه هيك بتيبس وبتقرقد وتصير مش ذاكيه بصراحه. عشان هيك دائما بنقول انه الفرق بين الشيف الشاطر والشيف اللي مو شاطر هو العجينه. عجينه. في ناس بتطلع معهم العجينه زي السحر يعني. ذاكيه كثير كثير. بس برضه عجينه اهالينا تبعت زمان صراحه. يلو شو مخترعوا ضلها عجينه صراحه. تبست يعني بالضبط. انا كمان بدي احيي ماما لانه دائما يعني العجينه اللي بتعملها كثير ذاكيه. عن جد خلينا نشوف. صباح الخير لامي وامك. لامي ولامها. صح. اوه والله دابت اخيرا. اوكي. بيتزا دي هاي. هلا انا عملتها عشان تعرفي انه ايدك بركه. يلا نحطها كمان في وسخ جنب هاي. نزيح لك هاي مثلا؟ صارت ملزقه شوي. طب استني نحطها هون. فيكي 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 حطيها. رائعه جدا جدا. جميل جميل. برافو عليكي يا ميس. ميس رائعه وبرافو عليكي على هذا الجهد الحلو. وعلمناهم بيتزا بالمقلاي. اخي شفتيهم اهم شيء انه خلص عرفت السر تبعها. عرفنا السر وانا عملت السر وطلع سهل كثير. شكرا ميس. شكرا ميس. شكرا على وجودك معنا. واحنا بعد هالطبق بدنا نروح لفاصل قصير ومن بعده ان شاء الله بنرجع لكم.